دكتور أنا دكتورة منام صديقة عزيزة، والحقيقة كانت بتمر بظروف إنسانية وصحية صعبة جدا، وأنا مشكورة إنها جت. اتفضلي. مساء الخير عليكم. طبعا شرف لي إن أنا أبقى في وسطكم. فنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مش أول مرة نحضر اللقاءات مع بعض. من الناس الأعزاء جدا في زمن الفن الجميل، والناس المحترمة. الأستاذة عبدة مسي على الدعوة الكريمة. الدكتور حسام عقل مش أول مرة برضه أحضر مع حضرتك. بصراحة كلهم قامات بعتز بيها، وعلى المستوى الشخصي أنا بعتبرهم أصدقاء. نتكلم على صاحب الحفلة. هو زي ما قال حضراتكم، هو يعني قدر واحد بظروفي، ومع ذلك انا ما قدرتش امنع نفسي ان انا اجيله، لان مهما عملت مش هقدر اضيع حقه ولا جماله ولا اخلاقه العامة. هو على المستوى الشخصي اخ وصديق عزيز جدا، لكن له كل حب واحترام وتقدير. سام جاي عندي جدا، وفي منزلة الأهل والأكثر. هو أنا كنت طبعا بعد كل الكلام اللي اتقال ده، هو مش محتاج كلام مني، أنتم كلكم عارفين أكثر مني، وكلكم قلتوا فيه كلام فعلا هو حقيقي ويستاهل أكثر من كده. أنا عايزة بس أنوه على نقطة معينة. هو صحيح فقير ماديا، أو إن هو زي ما بيقول إن هو ما خدش حقه، هو مش غني ماديا، لكن هو غني بحاجات كتير قوي أكتر من المادة والفلوس. هو غني بأخلاقه، غني بمحبته للناس، غني بمساعدته لكل الناس. يعني أستاذ محمد الشافعي ما بيتأخرش عن مساعدة أي إنسان مهما كان قريب أو غريب، يعرفه أو ما يعرفوش. ما أصبته في خدمة لأي إنسان محتاج وخذلني، بالعكس بيقف جنب الناس بطريقة يعني بجد ربنا يجازيه كل خير عليه. سام غني بأخلاقه، غني بطباعه الكريمة، غني بمحبته للناس، غني باحترامه للناس، وغني باحترامه لنفسه. هو إنسان فعلا غني باحترامه لنفسه. طبعا أنا مش عايز أقول أكتر من كده، لكن كل اللي أقوله له دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي، ودمت للناس كلها بمحبتك واحترامك ومحبتك في قلوب الناس كلها. ربنا